نروح لموضوع تاني. بعد أيام من الندوات والعروض السينمائية وورش العمل، اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ 44 بحضور نجوم الفن وسط الحفاوى المحلية والدولية من صناع الفن السابع. كان لازم نتوقف عند أهم محطات الدورة الـ 44 مع الناقد الفني الأستاذ طارق الشناوي. صباح الخير عليك يا أستاذ طارق. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم. أستاذ طارق، جماهيريا احنا كجمهور شايفين نجاح لهذه الدورة، وشفنا الختام وتابعنا الختام وشفنا وجود عربي مشرف في هذه الدورة، لكن عايزين نعرف رأي أهل الفن. ايه رأي حضرتك كمان في حفل الختام وفي الجوائز كمان اللي تم منحها وتوزيعها في هذه الدورة؟ الحقيقة انه التوجه العربي كان واضح جدا في اختيارات الأفلام، وأيضا تأكد عند إعلان الجوائز. يعني أكثر من فيلم عربي سواء مصري سوداني فلسطيني حظيوا بجوائز، وأنا بعتبر أن ده شهادة حق لصالح السينما العربية، لأن دي لجان محايدة وعالمية. فعندما مثلا تمنح فيلم زي عالم الفيلم الفلسطيني الهرم الذهبي عن استحقاق، لما الجمهور المصري يصوت لصالح الفيلم الفلسطيني هنا نضوج من هذا الجمهور ان هو الحاز لعمل فني حبه ولم يسأل هو مصري ولا سوري ولا لبناني، لا حب الفيلم واداله صوته وهكذا. فالحقيقه الجوائز عبرت عن مدلول كمان بالاضافه الى الفن، لا عن مدلول اخر متعلق بانه السينما العربيه حقيقي ماشيه على الطريق السليم. طبعا كان في عروض زي ما تفضلت وقلت عروض متعدده، انضبطت بنسبه كبيره مواعيد العروض وده مهم، الندوات، اللقاءات، ورش العمل كلها تصب لصالح انضباط المهرجان. بيظل شيء مهم من وجهه نظري وهو حضور الجمهور بعدد اكبر، ودي لازم تبقى في حسبان حسين فهمي رئيس المهرجان. لازم في يعني خطه لعودة الجمهور للمهرجان وعودة المهرجان للجمهور، وأتصور أن عودة المهرجان للجمهور تسبق عودة الجمهور للمهرجان. أكيد احنا يعني شفنا قد ايه الدورة كانت كويسة ومتميزة، لكن احنا دايما بنطمح في الأفضل ودايما بنطمح في الكمال اللي هو لله وحده، لكن لو طبقناه على أرض الواقع نقدر نقول ايه اللي نقدر نتلافاه ما يبقاش موجود في الدورة القادمة، وايه اللي احنا خدنا بالنا منه انه ما كانش يبقى موجود المرة دي علشان نبقى احسن من الدورة اللي فاتت؟ برافو، ده سؤال مهم قوي. انا عايز اقول لازم تتغير فلسفة المهرجان اللي هي في الألفية الثالثة، يعني بتكلم على 22 سنة تغيرت. ايه التوجه؟ المهرجان لمن تعقد مهرجانات السينما؟ تعقد مهرجانات السينما في العالم كله للجمهور، ليس للفنانين ولا للنقاد، مش معنى كده او الصحفيين، مش معنى كده ان هم مش موجودين، لا بيروحوا طبعا ولازم يروحوا ويشوفوا ويكتبوا ويغطوا والاعلام يغطي، ولكن المردود الحقيقي يجب ان يكون في الشارع عند الجمهور. ده يستدعى ان التفكير مجددا في فتح عدد من دور العرض في البلد في اكتوبر جماهيريا للافلام. جماهيريا، برافو عليكي، للافلام، ونعود مره اخرى للشارع. مش معنى كده ان دار الاوبرا المصريه العريقه تتوقف، لا لا لا، تظل مثلا في خمس شاشات موجودين في دار الاوبرا يظلوا، ويظل ده المقر الرئيسي للمهرجان. لكن يجب ان نضع في الحسبان في الخطه، اول حاجه اعملها حسين فهمي ازاي اعرض افلام المهرجان في الشارع. انا عارف المشاكل، المشكله الاولانيه ان الجمهور فقد ثقته بافلام المهرجان الجمهور الحالي. كنت لسه عايز اسال حضرتك، فكره العباءه بتاعه ده فيلم مهرجانات فمش موجه للجمهور العادي، ده موجه ل يعني ناس مختارين او طبقه معينه، لطبقه معينه من اهل الثقافه والفن. نخرج من العباءه دي تماما، ده المقصود بحضرتك. نخرج منها ازاي بقى؟ دور العرض التجاريه، وطبعا احنا اغلب دور العرض عندنا تكون كلها مش تابعه للدوله، يعني تابعه لاصحابها، لازم يقتنع انه هيكسب، يعني مش هيعرض كده مجانا او حبا والكلام ده، لا لازم يحس ان هو هيكسب. فبيحصل ايه؟ لما بتعرض عليه بيقول لك لا مش ضامن انا يجي لي جمهور. فانت لازم الخطه تبقى ايه بقى؟ انه رئيس المهرجان
يشتري السبع ايام او الثمان او التسع ايام بتوع المهرجان من صاحب دار العرض ويديله مقابل مادي، ويعرض الافلام بتذكره 30%. انا بقترح تبقى 30% من سعر التذكره العادي. من هنا هيبقى في وتتحمل اداره المهرجان الجزء الباقي. هتتحمله مؤقتا لسبب. في حاجه في علم الاقتصاد اسمها هامش الربح ومعدل الدوران. يعني ايه؟ لو انا اكسب مثلا جنيه ويجي لي 100 واحد يبقى انا كسبت 100 جنيه. لو انا بكسب 10 جنيه ويجي لي 2 يبقى انا كسبت 20، يبقى مين يبقى هكسب امتى؟ انا ده انا خسرت كده كمان. برافو عليك. فلما بترخص سعر التذكره بتجعل الجمهور يتردد اكتر ويشتري ويشوف، لانه الخساره هتبقى بسيطه بالنسبه له. 30% من ثمن التذكره. هكتشف بقى ان في افلام فلسطينيه واسبانيه وتركيه ويونانيه افلام حلوه وصينيه وكل دول العالم يعني، فيتعرف عليها ويكسر المسافه او درجه البروده بينه وبين سينما المهرجان. بعد كده مع الزمن ممكن هذا الجمهور تتغير نظرته بالفعل لافلام المهرجان. طيب ويعود المهرجان، لان انا اللي انا قريته تصريح انه 40,000 تذكره، ده رقم قليل. يعني لما نبيع 40,000 تذكره من مهرجان. لو قارنا طيب بالدوره اللي فاتت، الدوره اللي فاتت بص لازم نعترف انه الاربع دورات الاخيره اللي كان برئاسه محمد حفظي كانت دورات ناجحه. حسين فهمي وصل نجاح الدورات اللي فاتت، ما اقدرش ان احنا لم يبني على فراغ، لا بنى على نجاح ومستمر واستفاد من ده واضاف. يعني بقى في حاله جميله يجب ان احنا نستمر عليها، وده اللي خلى حسين يكرم محمد حفظي، يعني كرمه حتى في مؤتمر صحفي. صحيح. اخر مؤتمر صحفي عمله قبل المهرجان. ليه؟ لانه النجاح يخلق نجاح بكل تاكيد، ودي خطوه مهمه جدا ودرس للناس انها لا تناصب العداء لمن سبقها في الموقع. عظيم. لا بالعكس، يكرمه اذا كان يستحق. التكريمات على ذكرها، يعني ان هذا المهرجان او هذه النسخه من المهرجان كان فيها تكريمات هامه شفناها، شفنا الجميله لبلبه والحفاوه بالراحل سمير صبري. يعني لو ما نقول تكريمات هذا العام، رد فعلها عند الجمهور كان ايه؟ رد فعلها عند الفنانين كان ايه؟ رد فعلها عند النقاد كان ايه؟ شايف حضرتك الامور كانت ماشيه ازاي؟ كان في ايضا تكريم لبلا طار المخرج المجري، وده كان اختيار ذكي من اداره المهرجان، وايضا لكامله ابو ذكري المخرجه طبعا. بجائزه جائزه فاتن حمامه اللي بيسموها جائزه التميز. يعني بلا ولبلبه خدوا انجاز العمر اللي هو الهرم الذهبي، اللي هي اعلى جائزه موجوده في المهرجان هي دي. الورش كمان كانت مهمه قوي، انه فنانه زي لبلبه، يعني لبلبه اتولدت في امام على المسرح، يعني طبعا. هي رسائل اتولدت في سينما في دار عرض، يعني والدتها كانت تتفرج على دار عرض، وكان اسم البطله، وده ما قالتوش هي بس قالته لي بشكل شخصي، فمعلش هذه نونيا بقى، وهي يعني ما شرحتش ذاته، كان اسم البطله نونيا برضه، فسمتها مامتها قالت بطله الفيلم، يعني هي حتى اسمها اسم بطله احد الافلام لهذه الدرجه، واتولدت في دار عرض. وبعدين تصحى الصبح الرمزيه اصلا بتاع الحدث لوحده يعني مبينه الامور هتبقى ماشيه بعد كده ازاي. يعني تصحى الصبح كل الاطفال بيصحوا يعني بيشربوا اللبن وبتاع ويستعدوا للمدرسه، لا هي بتصحى على بروفات وعلى ميعاد عرض. طبعا مامتها كانت مدركه ان العلم مهم، وكانت فعلا بيجيب لها مدرسين في الباليه، في التمثيل، في الغناء، في الموسيقى، في العزف، يعني في اللغات، يعني عملت مدرسه خاصه لنونيا في البيت. ولكن هي طفله غير عاديه، ما فيش طفل بيعاني انه لازم يصحى عشان يعمل عرض، يعني يعني عايز اقول وتسهر احيانا، لان تعرف المسرح ممكن يسهرك وانت طفل، يعني كانت طفله استثنائيه، وظلت هذه الطفله فعلا اللي يعرف نونيا، يعني هو طبعا اسمها اللي بيقولوا دنيا، يعني هم اصدقائها، يعني يعرف ان الطفله جواها لا تزال كما هي، لم تتغير، وحبها وعشقها للفن بيزداد من سنه الى سنه ومن موقف الى موقف. عشان كده
انا دايما بقيت قوه المبدع باستمراره، طلعت استمر 70 سنه لانها طبعا. بدات طبعا عندها 5 سنين، فاللي استمر 70 سنه ده مش ممكن من فراغ، لا اكيد من ويكون عنده حاجه مختلفه يقدر يقدمها، ما بتبقاش طبعا مجرد بومينج بيحصل لمره او لمرتين وخلاص، لا بيبقى فيه تطور في الاداء وتطور في الافكار وتطور في المنهج اللي بيتبعه عشان يقدر يوصل ويستمر وتنتقل من مرحله لمرحله. طبعا. يعني هي عملت تراجيديا وعملت رومانسيه، طبعا هي مصنفه من بدايه كده كوميديانه، لكن هي فهمت انه لا انا ممثله. فلما تشترك مع عطف الطيب، عطف الطيب رشحها ليله ساخنه، وعايز اقول لك ده مجرد ترشيحها ليله ساخنه يعتبر يعني انجاز واعجاز، لانه في وسط وجود كل النجمات دول، الكلام ده كان سنه 93، فعايز وجود نجمات السينما المصريه بيقدموا الادوار دي، فعاطف الطيب المخرج العظيم الله يرحمه يقول لا هي اللي تعمل الدور، وفعلا تاخد عدد من الجوائز استثنائي تماما، العدد الجوائز اللي خدها ليله ساخنه وعدد جوائز التمثيل اللي خدتها لبلبه عدد ضخم من الصعب تكراره، لكن ده شهادة حق انها صحيح. وهي متنوعه كمان يا استاذ طارق. استاذ طارق بس كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن فيلم عالم اللي خد جائزه الهرم الذهبي، كنا بنتكلم عنه دلوقتي واللي كمان حاز اهتمام كبير جدا من الجمهور، يعني جماهيريا الفيلم نجح كمان، الفيلم من انتاج مش بس نجح جماهيريا، ده خد جائزه الجمهور وخد جائزه الجمهور، ودي تحيه يجب ان نوجه تحيه للجمهور المصري بجد، احنا دايما بنوجه تحيه صحيح على الفيلم يستحقه، لكن هذا الجمهور فعلا انحاز للاحلى وانحاز للصح والعمل الاقرب اليه، او هو حس هذا العمل. العمل النقطه اللي عايز اتكلم فيها مع حضرتك انه العمل من انتاج شركات فرنسا وتونس وفلسطين والسعوديه وقطر، تنوع مصادر الانتاج لهذا العمل، هل ده بيفيد العمل؟ ده افاده جدا، لانك انت بتقدم وجهه نظر المخرج صانع العمل الفني، مش وجهه نظر شركات الانتاج، لا، لانه ما فيش شركات هتتفق على وجهه نظر. الشركات هتوزع، هتمول، مش كده؟ لكن مزبوط. هنا بقت وجهه نظر صانع الفيلم، الفيلم تحيه لفلسطين، تحيه لارض فلسطين، تحيه لعلم فلسطين، ودي زي ما قلت انها رساله عظيمه من صناع الفيلم ومن الجمهور المصري ومن لجنه التحكيم اللي يعني منحت الفيلم جوائز فنيه، اكيد مش سياسيه بقدر ما فنيه، برغم صحيح الفيلم له رساله سياسيه، يعني بيتكلم عن ارض فلسطين، هي ارضنا وارض فلسطينيه، وانه النكبه هم اسرائيل بتحتفل تعتبر النكبه يوم الاستقلال، لا هو يوم نكبه، هنا كان الصراع، نحط العلم الفلسطيني والعلم الاسرائيلي، لا اثر ابطال الفيلم ان يرفع العلم الفلسطيني. دور الفن في ان هو ياكد ويرسخ الثوابت والثوابت القوميه اللي بتبقى موجوده عندنا. طيب احنا كان معانا في هذه الدوره يمكن وصلنا ل 97 فيلم طويل، 18 فيلم قصير، وكان معانا 19 فيلم من الافلام الكلاسيكيه. حلمك للدوره الجايه انهم يوصلوا لكام فيلم عشان نقدر نحقق يعني اختلاف اكتر وتنوع اكتر، والجمهور يقدر يتابع اشكال مختلفه من الفن؟ انا عايز المسابقه يبقى عدد افلامها اكتر، يعني اظن احنا وصلنا ل 12 او 14 بالكثير، لا انا طمعان في 20، يعني انه المسابقه الرسميه تبقى 20. طمعان زي ما قلت في الاول في انه يبقى في خطه مدروسه بدقه لعوده الجمهور، وتبقى هي ده الهدف، هدف المهرجان عوده الجمهور الى المهرجان واحساسه بجاذبيته، انه مصر تتحول الى حاله مهرجانيه، وانا عشتها دي، كان زمان في الشوارع تلاقي شعار المهرجان موجود في كل حته. على مثلا الاتوبيسات العامه اللي هي تابعه للدوله، تابعه لوزاره النقل، يبقى في اشاره للمهرجان، يعني انا عايز المهرجان يتحول من مهرجان داخل اسوار الاوبرا الى مهرجان تحيطه القاهره كلها وتحتفي به القاهره كلها. وانا متذكر جيدا كان بيجي لنا تنبيدي ناس من كل من الصعيد ومن وجه بحري وناس فقراء زي حالاتنا كده، لكن جاي معاه قرشين بيقعد في فندق صغير وبيروح افلام المهرجان. صحيح. يعني طيب. طلبه شباب كانوا بيجوا من كل مصر عشان يحضروا المهرجان على حسابهم. استاذ طارق، هل بيبقى في شروط معينه للافلام ان هي تشترك في هذه المسابقه مثلا؟ ده سؤال مهم. افلام المسابقه بتشترك لان احنا تبع الاتحاد الدولي، احنا المهرجان الوحيد
الشرق الاوسط تبع الاتحاد الدولي للمنتجين، فله شروط ان فيلمك ده ما يكونش اشترك في مهرجان قبل كده في المسابقه، مش بره المسابقه. بره المسابقه لا، ممكن يبقى فيلم مثلا خد ساعه في كان تعرضه عندك مفيش مشكله، خد دب برلين، خد اسد فينيسيا، بالعكس يبقى انت سعيد بده. لكن في المسابقه الرسميه، وهنا صعوبه المسابقه، بيشترك يبقى انت مكتشف، يعني فكره الاكتشاف ان انا بعرض فيلم لاول مره وده بيعتبر اكتشاف. وعشان كده لما افلام بتكسب في المسابقه بيبقى المكسب مهم، لان انت في اخر السنه سبع ثلاث مهرجانات الكبرى على الاقل بالاضافه لكارنو، طبعا الثلاثه الكبرى يعني بيها كان وبرلين وفينيس، في بقى لكارنو وغيرها وغيرها، كمان بتعرض افلام انت ما تقدرش تجيبها لانها معروضه في مهرجانات معترف بيها. فانت فعلا في صعوبه، لكن انا بحيي اللجان المبرمجين اللي قدروا يقتنصوا افضل الافلام في ظل كل هذه المنافسات. اكيد كل الشكر ليك الناقد الفني الاستاذ طارق الشناوي، يعني شفنا مع بعض وتابعنا مع بعض على مدار ايام مهرجان السينما في دورته ال 44، واستمتعنا مع بعض بالاشكال او الشكل الاحتفالي اللي كان بيبقى موجود. فعلا زي ما استاذ طارق بيقول، بنتمنى انه تبقى في عروض اكثر متاحه للجمهور.